ونروح بقى للأخطاء التحكيمية المؤثرة في مباريات الزمالك، وهنتكلم هنا اللي استفاد فيها الزمالك واللي اتظلم فيها الزمالك. وكالعادة معيارنا آراء خبراء التحكيم في القنوات المحايدة، أرجوكوا تركزوا في الكلمة دي. نبدأ في مباراتين كده بيراميدز رايح جاي. في الدور الأول انتهت 1-1، كان في الدقيقة تقريبا يا إما الرابعة يا إما السابعة، كان في هدف صحيح ملغي لبيراميدز بداع التسلل، وده الهدف الوحيد اللي ألغاه الحكم والفار، وما شفناش خطوط فار للهدف ده لغاية دلوقتي. طبعا ده مش كلامي، ده كلام حتى الحكم سمير عثمان اللي أكد برضو إنها هدف صحيح، والبييرو ما بيوضحش إنها فيها تسلل، عشان ما حدش يقول لي رأي كابتن أحمد الشناوي. هنا بقى أنا باخد رأي اللي أنا عايزه. هنا أنت عايز تاخد رأي كابتن أحمد الشناوي أنت حر، عايز أنا أخد رأي كابتن سمير عثمان أنا حر. هنا أنا باخد رأي خبراء تحكيم محايدين في قنوات محايدة، وبقول لك الرأيين كمان أهو. بالتالي هنا الزمالك استفاد بعدم احتساب هدف صحيح لبيراميدز، وبنأكد إن ده الهدف الوحيد اللي مفيش خطوط فار اتعملت فيه، مفيش خط كده رأسي وخط أفقي وكل الكلام ده، ما حصلش أبدًا في اللقطة دي. وخد المفاجأة بقى، حكم الفار في المباراة دي كان الحكم جهاد جريشة. أنا بالنسبة لي الكرة دي هدف سليم، وهقول لك ليه هدف سليم من وجهة نظري أنا طبقًا لبتاع. أما نيجي نبص يا كابتن أحمد هتلاقي رجل مدافع نادي الزمالك داخلة مع خط السكس ياردة، أما نشوف كتفه هتلاقي كتفه هو اللي مغطي بجزء بسيط جدًا، كرة بسيطة. نروح للمباراة التانية واللي أدارها بقى الحكم جهاد جريشة، واحتسب ضربة جزاء هي فضيحة تحكيمية. في فرق بين الخطأ التقديري أو حتى الخطأ الكبير والخطأ الفضيحة. الفضيحة هي الكرات اللي ما تحتملش أبداً أي تفسير، كرة واضحة جداً، لمسة يد متعمدة أو مش متعمدة. الكرة دي أنت أصلاً حتى أنا مثلاً مش خبير تحكيمي، لكن قلت إني أتحدى كل خبراء التحكيم إنهم يقولوا إن الكرة دي مش ضربة جزاء. لازم يقولوا مش ضربة جزاء، لأن دي ألف به آراء خبراء التحكيم، هم اللي علمونا إن لما تكون الكرة جاية بمسافة بسيطة جداً واللاعب مش متوقعها، فده اسمه ارتداد غير متوقع للكرة. الكرة مسافة بسيطة، إيد اللاعب داخل جسمه، بالتالي مش بيكبر محيط جسمه، وكمان الكرة أصلاً طالعة بره المرمى، يعني الكرة طالعة مش جاية في الجون يعني. بالتالي كل العوامل بتؤكد إن دي مش ضربة جزاء. لكن رغم كده لما الحكم جهاد جريشة راح للفار يشوفها حسبها ضربة جزاء. هو تقريبا او مش تقريبا، هو اكيد شاف كورة احمد سامي ولمسة يد احمد سامي في ماتش المقاصة مش ماتش بيراميدز، لان اللي يحسبه ده مش حكم عادي، ده اللي يحسب ده حكم بيعوض، حكم لسه عنده عقدة ذنب وشايف انه هيطلع عينه من الزملكاوية لو ما حسبش لمسة يد على أحمد سامي، هيتفتح له القديم والجديد. ورغم كده ورغم احتسابه لضربة جزاء غير صحيحة بإجماع فقهاء التحكيم في كل القنوات على إنها مش صحيحة، وبرضه عدم طرد مباشر لطارق حامد لاعب الزمالك، طبعا واخد حصانة، دي فيه طبعا حصانة تحكيمية مش معقولة يعني، فطبعا دي حاجة من البديهيات التحكيمية في مصر يعني. المهم إذن إحنا في المباراة دي الزمالك أخذ نقطة تعادل مش من حقه، لكن رغم كده وبعد المجاملات دي كلها بيطلعوا يقولوا إنه الحكم جهاد جريشة بيجامل الأهلي وبيظلم الزمالك. تحليلي أنا الكرة دي يستمر اللعب تمام يعني مش ضربة جزاء من وجهة نظري أنا، طبقا للصورة والتحليل الفني اللي أنا بقوله كحكم، الكرة دي ما فيهاش ركلة جزاء لسبب بسيط، الإيد مش مكبر الجسم، الإيد داخل الجسم مع استخدام الأندرستاندينج فوتبول، اللعيب بيطلع الكرة لبره. نروح للمباراة الثانية وهي مباراة الزمالك وإنبي، اللي فيها طبعا الزمالك فاز فيها 2-1، وكان فيها ضربتين جزاء لم يحتسبا لإنبي، ضربتين جزاء من عجائب الكورة، دفع وزق علني من لاعبي الزمالك في ظهر لاعبي انبي، ورغم كده قدام الحكم والفار، الحكم كان محمد الصباحي والفار، ورغم كده ما حسبوش اي حاجه في الاثنين. اذا احنا امام مجاملات فجه لصالح الزمالك،
في المباراه دي كان يستحق الزمالك يخسر مش يفوز، بالتالي يتخصم منه 3 نقاط مع نقطتين ماتش بيراميدز رايح جاي، يعني اتخصم منه 5 نقاط كامله. لو انت حضرتك حكم المباراه دي ورحت شفتها في الفار هتقرر ايه؟ لا في ركله جزاء طبعا، ركله جزاء. طيب انا بحلمت دلوقتي ركله الجزاء موجوده مفيش كلام، الدفع للاعب خلاص يعني ما يعني الايد لما تفرد كده بالشكل ده وافقد اللاعب توازنه، فبالتالي دي ركله جزاء لم تحتسب. لكن لان احنا ناس محترمين، لان احنا ناس بنقول اللي لينا واللي علينا بآراء خبراء التحكيم، انا مش بقول لك رأي الشخص هنا، بآراء خبراء التحكيم الزمالك اتظلم في ماتش واحد في الدوري المصري وهو ماتش أسوان اللي انتهى 0-0، كان فيه ضربة جزاء لم تحتسب للزمالك في الماتش ده، وبآراء خبراء التحكيم يعني الزمالك يستحق نقطتين كمان، يعني ياخد 3 نقاط، يعني هنخصم من 5 نقاط نقطتين اللي هما نقطتين زياده عن نقطه التعادل، عشان ما حدش يقول لي ليه مش حاسب 3، يعني هي بتتحسب كده نقطتين عن نقطه التعادل، يعني هنخصم من 5 نخصم نقطتين، يعني الزمالك يتخصم منه 3 نقاط. اذا رصيد الزمالك دلوقتي 41 نقطه، نخصم 3 يبقى رصيده 38 نقطه، وقلنا رصيد الاهلي الحالي 37 نقطه، المفروض يكون يضاف له 9 نقاط، يعني يبقى رصيده 46 نقطة، يبقى الفارق الحقيقي لو في عدالة تحكيمية حقيقية كاملة في الدوري المصري يبقى الفارق بين الأهلي والزمالك 8 نقاط لصالح النادي الأهلي، مع كمان فارق مباراتين لسه ما لعبهمش النادي الأهلي. إذن الناس اللي بتكلم وكل موسم بتقول ان احنا مظلومين وان احنا مش بناخد حقنا والحكام بتجامل الاهلي، تعرف انها لولا الحكام المصريين واخطائهم مش هيصدروا جدول الترتيب لغايه دلوقتي، وكان النادي الاهلي هو اللي هياخد حقه ويتصدر الجدول بفارق 8 نقاط مع افضليه مباراتين لصالح النادي الاهلي. اذا اراء خبراء التحكيم الاراء المحايده بتقول ان النادي الاهلي هو اللي بيتظلم ونادي الزمالك هو اللي بيستفيد، محدش يقول لي العكس، محدش يقول لي آراء خبراء التحكيم في قنوات فئوية، أنا بتكلم قنوات محايدة بتأكد ظلم الأهلي ومجاملة الزمالك. أتمنى تكون رسالتي وصلت للحكام، رسالتي وصلت لجمهور النادي الأهلي إنه يدعم فريقه ويتكلم يقول آه، لما دراعك تتكسر من حقك تقول آه حتى لو كنت أجمد راجل في الدنيا، لازم تقول آه، لازم إدارة النادي الأهلي بتقدم بيانات وحقها تماما تطالب بحقها في حكام أجانب، أنا عايز حكام أجانب عشان هدفع فلوسهم عشان أنا مش شايف إن في عدالة، وادي قلنا أهو 8 نقاط فارق. إذا النادي الأهلي مظلوم تحكيميا بشهادة آراء خبراء التحكيم. ده اللي عندنا في الحلقة دي، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، أشوفكم الحلقة الجاية والسلام عليكم.